وسلامة ماما، ألف سلامة. يعني الأول بشكرك وبشكر كل الفانز وكل الفولورز اللي بعتولي يطمنوا على صحة أمي، يدعوا لها بالشفاء. هي بتتفرج عليا وأتمنى إن هي تكون بتتفرج وقاعدة بقالها فترة طويلة ما بتتفرجش عليا، فأنا مبسوطة جدا إن هي النهاردة بتتفرج. سلامتك يا كوكو. بنمس عليها وألف مليون سلامة، وربنا يا رب يبعد عنك كل شر وحسك دايما يا في رب الدنيا، يا رب يا رب يبارك في عمرك وفي صحتك إن شاء الله، ويطمن قلبك يا رب مفيدة يا رب ويطمن دايما. قلوبكم جميعا. نفسهم في الدنيا دي هي الدنيا كلها. خلونا نخش على طول في الموضوع، وخلونا نشوف ان احنا بقالنا فترة طويلة جدا في مواضيع كتير عايزين ننم فيها معاك، واحنا مش عارفين ننم بسبب الاجازة الطويلة. مهم اول نماية طبعا اللي حصل امبارح. اللي حصل امبارح حفلة مدحت صالح الاساتذة، وقدامها في نفس التوقيت وقبلها بشارع تقريبا حفلة استاذ كبير علي الحجار، والاثنين قامة كبيرة جدا. احنا سعداء بوجودهم هما الاثنين في حفلتين اقوياء، بس هو ما كانش ينفع ان الحفلتين دول كانوا يتنظموا بحيث ان الاثنين ما يبقوش قدام بعض، وواحده معمول لها بروباجندا اقوى من الثانيه. يعني هل ما كانش ينفع ان القامتين اللي كانوا موجودين امبارح على مسارح الغناء في مصر ام الدنيا، ان الموضوع كان يتنظم باشيك من كده، بحيث ان احنا نتعامل مع الاثنين بنفس القوه والقيمه والقامه؟ الاثنين ما اقدرش اقول مين احسن من مين، الاثنين ما اقدرش اقول مين اقوى من مين، الاثنين يمثلوا مصر، الاثنين عندهم اغاني تكسر الدنيا وبيغنوا لناس عظماء موجودين واتخلقوا في مصر. هل ما كانش ينفع التنظيم لمن يهمه الامر وخاصه وزاره الثقافه انك انت تتعاملي مع الاثنين بنفس وهنا بأكرر بنفس العرف والاحترام والبروباجندا وبالاشياء اللي بيليق بيها النجمين واساميهم؟ سؤال بس انا هحطه وانتوا لو حبيتوا تكملوا عليه اتفضلوا. فعلا هي أسئلة كتيرة جدا، والأسئلة دائما وحدها ترى هنا القاهرة العاطرة المزهرة الرائعة، يعني هنا القاهرة طبعا كلمات جمال بخيت وغناها علي الحجار امبارح، هنا القاهرة الزاهرة العاطرة الشاعرة النيرة الخيرة الطاهرة، هنا القاهرة الهادرة الساهرة الساحرة الآسرة، هنا الحب والحق والرحمة والمغفرة، وهنا مصر، وهنا الغنى 100 سنة غنى، والأساتذة علي الحجار ومدحت صالح، ومصر تراث رائع جدا وقوي جدا ومهم جدا وثروة حقيقية، ثروتنا هم مبدعينا. زي ما وزارة الثقافة تبنت مشروع لمدحت صالح، المفروض تتبنى مشروع علي الحجار وهو الأقدم، مقدمه لفاروق حسني من زمان وعمل له التصور، وكل والمشروعين فيهم اختلافات، لكن هما الاثنين لصالحنا، لصالح مصر ولصالح المستمع المصري والمشاهد المصري.